مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في لقاء خاص على قناة تي في صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف. في كل العالم تروى قصص الاجداد لينام الاطفال، ولكن في فلسطين تختلف هذه المعادلة. تروى قصص الاطفال ليستيقظ الرجال، لتستيقظ الشابات الهامات. اليوم لدينا شابة من بنات فلسطين، معجزة موهوبة، جعلت من الحروب والدمار على مدينة أو على قطاع غزة أسطورة لكي تتقدم إلى الأمام، لكي تقول للعالم نحن هنا أبناء فلسطين، لكي تقف شامخة لا تخاف ولا تهاب. هي موهوبة بكل المقاييس، هي موهوبة بالتأليف وكتابة القصص القصيرة، بالغناء والنشيد، بالشعر والخطابة، بالإلقاء والمسرح. هي موهوبة بالدراسة، فقد كانت تدرس في صفها ولله الحمد لخصت المنهاج لزملائها في نفس الصف. إنها صديقتنا العزيزة حلا عطا. بسم الله. طب احكي لي يا حلا أول شيء عن حالك، مين هي حلا؟ عارفين عن حالك. أنا حلا عطف عطا الله، بملك من العمر 11 سنة، وأنا في الصف السادس. بس الآن دخلت على الصف السادس. نعم. طب احكي لي شوي عن مواهبك، ايش المواهب اللي انت بتحبي تسويها؟ انا في عندي كتير مواهب، في الإلقاء، في الخطابة، في الرسم، الغناء، في التمثيل، في كتير مواهب عندي وعددت هاني منها. ما شاء الله مواهبك كتيرة يعني. طب احكي لي اول مرة قمتي بعمل واحدة من هاي المواهب، امتى كان؟ انا قمت بعمل الإلقاء اول مرة من صف اول. واو. في المدرسة وقفت على الإذاعة المدرسية وثقت من نفسي امام كل الطالبات، وثقت من نفسي وقلتها، وماما شجعتني والمديرة عطتني هدايا وشجعتني، والأنطيات أو المعلمات صاروا يقولوا لي كتير أنت بتلقي حلو، والطالبات صاروا يقولوا لي كتير 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 كان إلقائك حلو. حتى المديرة عشانها شجعتني أطلقت علي اسم أيقونة الإبداع أو لقب أيقونة الإبداع. ما شاء الله، هذا من صف أول. طب صحباتك اللي بيقعدوا معك احيانا، بتقعدوا بتحكوا، بتاكلوا بزر، بتلعبوا لعبه، هل بيحكوا لك القي لنا شغله، بيسالوك هاي الشغلات؟ كتير. ويعني مثلا الانطي بدها توقف بنت انها تغني، بصيروا الطالبات يا انطي حلا يا انطي حلا. ما شاء الله. هم كمان بيشجعوني. حلو حلو حلو. طيب حلا، احكي لي أكثر شغلة بتحبيها بالمواهب اللي عندك، أكثر موهبة، إيش هي أقرب شيء لك؟ الإلقاء، كتير كتير أنا شاطرة في الإلقاء، ورسمت قبل هيك، رسمت كتير، ورسمت عن كورونا، حاولت أرسم حديقة، ولسه قاعدة برسم أشياء. يا عيني عليك. طيب من رسمتي ورجينا يس. أوه ما شاء الله ما شاء الله، هذه رسمتك؟ صحيح. ما شاء الله، الله يحفظك لأهلك يا حلوش. طيب بدي أسألك سؤال مهم جدا مهم جدا. هل في صعوبات واجهتك في المواهب اللي شفتيها هاي سويتيها؟ في حاولت والحمد لله يعني استطعت. أوكي. أنا بعرف أنت بتألفي قصص كمان، قصص قصيرة. كم قصة ألفتي لحد الآن؟ صحيح، ثمان قصص. ما شاء الله، كتباهم كتابة ولا عملاهم في كتاب؟ حتى في المدرسة
حتى في المدرسة في اجت انتي وقالت لنا احنا بدنا ننتخب واحدة بتألف قصص، فاخذوني والحمد لله هيهم انتخبوني. ما شاء الله، عامل كتاب يعني؟ عملوا الكتاب، ومن القصص من الثمان قصص في نحول المشغول، وفي الحرية، في الطاووس، وفي لسه الحمامتان، في كتير يعني قصص. طب سمعينا اشي من اللي كتبتيه من القصص، تقرينا. نحول المشغول، هو هذا نحول كان يصنع مشروع من الخشب، فمرة كان ياخذ من الأشجار الخشب. هذه الشجرة لما سمعت إنه بده ياخذ منها الخشب خافت وقالت بديش أنا ياخذ مني الخشب، وبدي أعمل حالي مريضة عشان ما ياخذش مني الأخشب. فراحت نادت نحول وقالت له أنا مريضة كتير وللأسف الشديد ما بتقدر تاخذ مني أخشاب. فلما سمع هيك نحول راح للمهندس تبع الأشجار وقال له هذه الشجرة مريضة وبدي تساعدها. فلما فحصها المهندس ما طلع فيها أي إشي، وقال إنه هي الشجرة كتير كويسة وما فيها أي إشي. فكتير خجلت الشجرة وقالت إنه أنا بدي أقول لنحول إنه أنا عملت حالي مريضة. فلما راحت قالت له نحول ضحك وقال أنا ما بدي أخذ من الأخشاب القوية، لا أنا بالعكس بدي أخذ الأخشاب اللي مش قوية واللي بتساقط منك فعشان أعمل مشروعي. فهي كتير خجلت وقالت أنا آسفة وهيك، أصحاب مشروعي ويتساقط منها. ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنا كمان سمعت إشي رائع، يعني إشي جميل سمعت عنك. أنت بصف الخامس لخصتي المنهاج تبع صف الخامس للطالبات اللي معك بالصف، صحيح ولا لا؟ صحيح، أنا كل منهج خامس شرحته بالقناة تبعتي، قناة أحمد وحد للتعليم والإبداع، أخوي طبعا فيها. ف انتي صف الخامس ورحتي عشان تساعدي الطلاب تبعون صف الخامس، شرحتي لهم المنهاج كامل، صح؟ تعرفي انتي صدمتيني يعني، وتسبب جائحة كورونا، عشان جائحة كورونا بدك تساعدي الطلاب اللي معك، فانت شرحتي لهم المنهاج اللي انت بتدرسيه، صحيح؟ وعندك قناة يوتيوب اسمها قناة أحمد وحلا للتعليم والإبداع، صح؟ صح. طيب احنا قدمنا كثيرة قبل ما تكملي يا حلا، قبل ما تكملي يا جماعة، قناة أحمد وحلا للتعليم والإبداع على اليوتيوب بدي منكم دعم، بدي تحاولوا تروحوا على القناة تعملوا سبسكرايب، مش عشان أي إشي، عشان تدعموا أحمد وحلا لأنهم عم بيسووا شيء رائع، يعني عم بيسووا شيء تعليمي بفيدوا فيه الآخرين، بفيدوا فيه أجيال هذه الأمة. بلاش تضلكوا تروحوا على شغلات لا سمح الله مش كويسة ولا أشياء ملهاش فائدة لا لإنا ولا لأبنائنا، لازم ندعم هيك قنوات. فأرجوكوا أرجوكوا أرجوكوا دعم لقناة أحمد وحلا للتعليم والإبداع باللغة العربية، تكتبوها بتلوها على اليوتيوب. شكرا لكم يا حلا، تفضلي. طبعا احنا قدمنا عروض كثيرة منها خصوصا جائحة كورونا ومسرحيات هادفة، احنا عملنا انا واحمد وحتى طلع صوت ماما وبابا بالفيديو، عملنا عن المسرحيات انه احمد كان دكتور وانا دكتورة وكنا نحكي عن مسرحية كورونا، وكمان كثير فيديوهات لكل مناسبة وطنية
ودينية. مثلا شاركنا في اليوم العالمي النبوي والاحتياجات الخاصة 3 ديسمبر وكثير كمان لحقوق الإنسان والمعلم الفلسطيني واليوم العالمي 13 ديسمبر. حلو. طبعا شاركت في برنامج طفلي يقرأ من تونس. حلو. واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمهن والوظائف باللغة الإنجليزية شرحتهم كلهم أنا وأحمد 10 مهن 18 مهنة ما شاء الله كثير مهن كلهم على القناة كله بالإنجليزي سويتوها ذاك المهن وذكرى المولد النبوي وقصائد عن الطفول مدح الله عليه وسلم وقصائد عن الأسير يا شاء الله ما شاء الله. شو بدك تصيري لما تكبر يا حلا؟ شو الفكرة اللي دكتورة جراحة. حلو. ليش دكتورة جراحة؟ لأنه أنا واثقة من نفسي وبدي أساعد الناس فكتير كتير قررنا وماما فكرت وقالت لي فأنا خلص فكرت وحبيت دكتورة جراحة إن شاء الله. طيب حلا بسألك سؤال صعب شوية أوكي؟ قبل فترة في رمضان صار في حرب على غزة، شو كان شعورك أنت والأطفال اللي في غزة؟ كان شعورنا كتير صعب ومؤلم لأنه كنا كل ضربة كانت صعبة جدا، كنت حاسة أو كانوا كلهم الأطفال حاسين إنه الأرض تهتز من قوة الصواريخ اللي بتطلع والحرب هذه كانت كتير صعبة خصوصا كنت أخاف وكنت دائما أدعي وأصلي وفي كل صلاة أقول يا رب شيل عنا هذا الحرب. طب حلا أنت والغم أنت من أي مدينة في غزة؟ أنا جباليا يعني في الشمال مخيم جباليا شمال غزة قريب يعني على الحدود مع الكيان الصهيوني صحيح؟ صح الله يعينكم. طيب حتى ضربوا عندنا صاروخ الصاروخ التحذيري كان جدا قوي وهم ما حذرونا وإحنا كنا نايمين وفجأة صحيتوا بفكرونا عشان احنا عنا ارض هناك فبفكرونا فيها فما حضرونا انه في صاروخ فكان الصاروخ التحذيري يعني جدا صعب ومؤلم لدرجة انه احنا خفنا كلنا وجمعنا في غرفة واحدة. طب احكي لي عن العيد بعد القصف قعد اول يوم تاني يوم وقف القصف كيف عيدته؟ ما كان يجي علينا ناس ما كان يعني عيد سعيد لإلنا إحنا الأطفال ما كان في عيد سعيد إحنا إلنا لأنه كان في قصف ما إجى علينا الناس يعيدونا لو حتى بشكل إحنا بنفرح ويعني ما كان في عشان هاد حرب كتير كان قوي والأطفال ما فرحوا فيه. طب بدي اسالك لو بتقدر تلقي لنا اشي هلا قصيده او اي حاجه نسمعها بعدين نكمل الاسئله شو رايك؟ صحيح بدي القي عن فلسطين. تفضلي. فلسطين روحي وريحانتي فلسطين يا جنه المنعم اما انا للظلم ان ينجلي ويجر الظلام عن المسلم ونحيا بعز على أرضنا ونبني منارا إلى الأنجم ويلتم شمل الصحاب على دروب الجهاد وبذل الدم فلا نصر إلا بقرآننا
بقرآننا، ولا عون إلا من المسلم، ولا عون إلا من المسلم. الله الله أبدعت. طيب في صعوبات واجهتك يا حلا في 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 المواهب تبعتك وانت في غزة؟ في من يعني احكي لك شغل الشغلات. لا الاحتلال. الاحتلال اوكي. ليش بتشعري انه الاحتلال؟ في كثير الاحتلال، الحصار. الحصار ليش صعب؟ هل في اشياء مش موجودة في غزة؟ في يعني احنا مش قادرين انه نتنفس، مفروض انه يفتحوا هذا الحصار واحنا ونعيش سعادة وهدات بأقل. يعني الحصار جدا صعب يا جماعة. لما الطفل يقول لك الحصار صعب، اللي ما بيعرف شو هو حصار غزة، غزة تقع في سجن كبير، وهدول الأطفال مسجونين إجبارا وليس اختيارا مع أهاليهم وأصدقائهم. صح بروحوا على المدرسة وبروحوا على السوبر ماركت، بس بروحوا داخل هذا النطاق، داخل هذا السجن. الله يعينهم ويفرج عنهم. طيب بدي منك قصيدة تانية، بدي أسمع قصيدة تانية منك. بدي أحكي قصيدة عن الأسير. يلا. طبعا هذه القصيدة بفضل ماما، هي اللي ألفتها. حلو، كمان تأليف محلي. يلا. أسير وبالسجون قيدوني، أسير وبالقيود كبلوني، يما وينها حريتي، يما فلسطين هويتي، الشمس والقمر اشتاق لهم، اهلي واصحابي والاحباب مش في حياتي، انا اسير يما، انا وحيد يما، الصمت العربي يما ذبحني، العالم قيد حريتي. اسرى يا اسرى بجوعوكو، ايه بس الكرامة غالية عليا، صايم صايم يا فلسطين، والفطور ملح ومية، أسير وبقية أسير الحرية، ويا رؤسائنا بكف عزلة وانفرادية، كلنا إخوة وعلى أرض واحدة، ونحمل نفس الوجع والقضية، الأسرى وحدة وطنية، بس بعدنا فلسطين وهبوا الروح هدية، فهل هذا يغضبك يا ابن اليهودية؟ وبنقولها إلك من غزة الأبية، رح ننهيك وإحنا الغزوية، وبنقولها إلك من غزة الأبية، حنجيب آخرتك وإحنا الفلسطينية، وإحنا الفلسطينية. الله الله الله، هذه عمو بدي تسجلي لي إياها وتبعتي لي إياها إلي. طيب بدي احفظها عندي. حاضر. يا عيني عليكي. مثنى النجار كمان عمل معي عليها وقلتها. ما شاء الله. لقاء. ما شاء الله، اشي رائع. ابعتي لي اياها بس تكون عندك. طيب بدي منك رسالة للعالم، يسمعوا رسالة طفل فلسطيني للعالم. أوجه رسالة لكل العالم، إحنا أطفال فلسطين بنحب الحياة، كمان نعشق تراب الوطن، وما وأكيد يعني ما بنتنازل عن أي ذرة من تراب وطننا فلسطين. يا الله يا الله. طيب رسالتك لأطفال العالم. أنا بحب أطفال العالم كتير، وبدي أقولكم إشي، إنه بتضلكم أنتو تضلكم أنتو تبنوا العلم في حياتكم، وتضلكم أنتو واثقين من نفسكم إنه رح نطلع من هذه الغمة كلها، ورح ينفتح هذا الحصار ونسافر لأي بلد بنحبها. ما شاء الله. فكونوا واثقين من نفسكم إن شاء الله. حلا أنا مرة تانية بدعو الجميع
يروحوا على قناة أحمد وحلا للتعليم والإبداع، ودعم هذه القناة بأقل شيء. هذا أنتم بتعملوه سبسكرايب على هذه القناة، أقل شيء احضروا الفيديوهات، خلوا يحضروها أولادكم، إن شاء الله بيستفيدوا منها. يحاولوا يتواصلوا مع حلا والأطفال اللي زيها في غزة، يصير بينهم لقاءات، يصير بينهم حكي، وإن شاء الله رب العالمين طبعا احنا مصريين ان شاء الله بدنا اكثر من 1000. بدنا أكتر، بدنا مليون. يعني في قنوات ملهاش فايدة فيها ملايين، مش 1000، احنا حدودنا السماء ان شاء الله. وصلنا ان 1000 وقفنا ان شاء ان الله. شاء الله. وانا شخصيا بدعو جميع اصدقائي، بليز روحوا على قناة احمد وحلا للتعليم والابداع ودعموهم، حلا بتستاهل واخوها بيستاهل، وبيعملوا اشياء لاطفال فلسطين يا جماعة، عم بيحاولوا يساعدوهم في المناهج وفي الدراسة. يعني هذه لحالها رسالة. يعني خلال فترة الكورونا احنا كل واحد مشغول في حاله، في بلده وفي اولاده. حلا رفضت تكون مشغولة بحالها وبعيلتها، لا، اصرت انها تساعد زميلاتها وزملائها من صفها وتلخص لهم المنهاج. هذا يعني شيء اكثر من نبيل، يعني هذا انا بتوقع هو عمل معجزة، انك انت تلخص وتحكي وتشرح منهاج اللي انت بتدرسه، يعني مش اللي كمان دارسه انت قبل 2 أو 3. حلا اتفضلي. أنا مش ناسية القدس، فراح أحكي عن القدس. يلا قبل ما نخلص، يلا تفضلي. يا قدس نادرة، فليس لي يدان، وليس لي أسلحة، وليس لي ميدان، كل الذي أملكه لسان، والنطق يا سيدتي أسعاره باهظة، والموت بالمجان. يا الله يا الله، صح لسانك زي ما بقولوا. أنا بدي إياكي ترسلي رسالة لأخوك أحمد وتقولي له شكرا لك لأنه دعمك، وبدي ترسلي رسالة لأمك وأبوك اللي دعموك أيضا وتقولي لهم شكرا لدعمهم، لأنه يا جماعة بدون الأهل أب والأم أكيد ما حتكون في مواهب زي هيك. وبرضه لمديرة المدرسة وللمعلمات اللي عندك في المدرسة قولي لهم. طبعا قولي لهم شكرا من الدكتور طبعا محمد. شكر خاص لعائلتي أكيد، ولكل أقاربي، لماما لبابا، يلي لك كل اللي دعموني إني أنجح وأصير لهذا الثقة بالنفس، انت بتستاهلي تستاهلي. واخوالي وخالاتي وعماتي وعمامي كلهم شكر خاص، كلهم 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 شكر خاص. وان شاء الله ربنا يجمعنا فيكو في غزة هاشم، غزة الصمود، غزة الاباء، ونشوف حلا على المسرح مباشر. انا كتير متشوق اشوف هذه المواهب. ربنا يحفظك يا حلا ويقويكي وتكوني احلى جراحة في احلى غزة يا رب. طبعا ان شاء الله قناة على اليوتيوب، وقناة احمد وحلال التعليم والابداع، صفحتي على الفيس حلا عطلة بالعربي، الانستا حلا عطلة بالانجليزي. يا عيني، سمعتوهم يا جماعة، بليز 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 روحوا اعملوا سبسكرايب وشير وفولو وكل اشي تقدروا تدعموا فيه هاي الصبية الحلوة. شكرا إلك، من كنت معنا مباشر من جباليا غزة. الله يحفظك، وسلام إلك وللأهل. باي باي. تشرفت بمعرفتك. يلا يا عمو، سلامات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المعاجم تاهت في التعريف، شو معنى غزة؟ غزة هي المدينة الوحيدة اللي كل سنة إلها اسم جديد بدون تكليف. غزة شقيقة العزة ونصف المعجزة. في كوكب غزة في صنعة اسمها صنعة الحياة، إذا ما قدرت تلاقيها أنت لازم تصنعها. أنت معجون بالحياة والموت، بين تاء الحياة المربوطة وتاء الموت المفتوحة، انولدت غزة. في كوكب غزة الناس صارت تعرف أنواع
أصواتها، وصارت تعرف أنواع الصواريخ من صوت انفجارها. وقد ما شافوا طيارات بالسماء، نادر ما تشوف غزاوي راسه بالأرض، دايما روسهم بالسماء. في كوكب غزة كل ما يسقط برج بطلع برج، لا الحجار بتخلص ولا الأيادي بتتعب. موج غزة بيقولهم انتم أيقونة الحياة. غزة خنساء المدن، مولودة على الشط، معتادة على المد والجزر. ازرعوا الحياة بكل بلكونة وبكل حوش وبكل أرض، وزقوها إرادة. غزة في حياتها ما عرفت الهزيمة. يا رب احفظ كل أهلنا في فلسطين. جمعة مباركة بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.